المحامي ميثم الخلخالي ينضم إلينا من النجف للحديث أكثر عن هذا الموضوع. سيد ميثم، بداية مرحبا بك. يعني هل يجوز إصدار قانون عفو خاص عن متهم بالإتجار بالمخدرات؟ يعني ما هي مبررات العفو الرئاسي الذي صدر؟ يعني في أي خانة من الممكن أن يصنف؟ مساء الخير عزيزي عليك وعلى كافة متابعي ومشاهدي قناة اليوتيوب المحترمين. الحقيقة تفاجأنا من المرسوم الجمهوري الصادر من فخامة رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح للعفو الخاص عن بعض المتهمين أو عفوا بعض المدانين بجرائم المخدرات، حيث يعاني اليوم العراق من انتشار واسع لهذه الجريمة والآفة الخطرة على المجتمع العراقي. وجدنا أن السيد فخامة رئيس الجمهورية يصدر عفو عن بعض التجار الذي كان عددهم 3 مدانين حكموا وفق المادة 28 من قانون المخدرات رقم 50 لسنة 2017 بالسجن المؤبد. وهنا علينا أن نفهم هل هي صلاحيات رئيس الجمهورية إصدار مرسوم جمهوري قد يخالف هذا التفسير الدستوري من بعض فقهاء وأساتذة القانون الدستوري، حيث تعتبر جريمة المخدرات من ضمن الجرائم الدولية والتي أشارت إليها النص المادة 73 من الدستور العراقي من صلاحيات أو عدم صلاحيات رئاسة الجمهورية بالإعفاء عن هذه الجرائم، حيث انضم العراق سنة 1996 برقم التشريع رقم 23 لاتفاقية الأمم المتحدة لسنة 88 لمنع الإتجار الغير مشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية. ولكن هنا يجب أن نتابع ذلك، كيف وصل هذا الأمر إلى رئاسة الجمهورية. نجد هناك توصية، حيث نصت المادة ذاتها على أن تكون هناك توصية من رئاسة مجلس الوزراء، وحصلت هذه التوصية من قبل السيد رئيس الوزراء على أن يكون هناك عفوا من قبل السيد رئيس الجمهورية. يعني سيد ميثم، إذا تسمح لي سيد ميثم، يعني في الوقت الذي يختال فيه قاضي لملاحقته تجار مخدرات، أيضا يعني بعدها يتم إطلاق سراح تاجر مخدرات، يعني أنتم كيف تقرؤون أو تفهمون أو تنظرون إلى هذا الموضوع؟ الحقيقة نجد هناك استخفاف بالقانون، حيث الجميع اليوم يندد ويستنكر حادثة قتل أحد السادة القضاة رحمه الله لموضوع عمله في اختصاص التحقيق للمخدرات. وهناك انتشار واسع كما قلت قبل قليل، هناك انتشار واسع للإتجار والتعاطي في المخدرات، وهذه آفة كبيرة الجميع يحاربها والجميع يعمل على إنقاذ هذا الشعب. ونجد أن أكبر وأعلى سلطة في البلد هي السلطة رئاسة الجمهورية وحامي الدستور والذي يدافع عن سيادة البلد وعن شعبه، نجده يصدر عفوا خاصا لثلاثة تجار مخدرات حكموا وأدانهم القضاء العراقي المحترم. هذا استخفاف حقيقي بمشاعر والعراقيين، وعدم احترام لسيادة القضاء، وعدم احترام للمواثيق الدولية والمعاهدات الدولية، وعدم احترام للشعب العراقي وبكافة أطيافه. نعم سيد ميثم، يعني رئيس الجمهورية وجه بفتح تحقيق فوري وعاجل، يعني يريد التحقيق في المرسوم الذي منح العفو للتاجر مخدرات. برأيك ألا يدين فتح التحقيق، ألا يدين الرئيس برهم صالح على أنه لا يعرف مضمون الوثيقة التي وقعها مثلا؟ الحقيقة البيان الذي صدر من قبل فخامة رئيس الجمهورية هو بيان كارثي، إذا وضعنا الوصف بين قوسين هو كارثي وغير مقبول أبدا من كافة المختصين وكذلك الشعب بشكل عام، حيث هذا البيان يدين السيد فخامة رئيس الجمهورية بأنه لا يعلم بالمراسيم التي يصدرها. وهذا أيضا حقيقة يحتاج إلى تحقيق مع السيد رئيس الجمهورية، كيف وقع على المرسوم وأين هم المستشارين القانونيين في رئاسة الجمهورية ولماذا لم يعلموا ولماذا لم يدقق رئيس الجمهورية. البيان حقيقة كان بيان غير مجدي وغير قانوني، ويدين السيد فخامة رئيس الجمهورية بالفعل الذي قام به. كان الأجدر به أن يبين الأسباب التي دعت إلى
إصدار العفو الخاص، وهناك يجب أن يتابع هل من صلاحيات رئاسة الوزراء التوصية في الوقت الحالي باعتبارها تصريف أعمال أم لا. كل هذا يسائل عنها السيد رئيس الجمهورية باعتباره حاميا للدستور ورمزا للدولة وكل ما وصفته نص المادة 67 من الدستور العراقي بما يخص رئاسة الجمهورية. البعض يتحدث عن أنه من الممكن أن يعني يستجوب رئيس الجمهورية، أو البعض أيضا حتى ربما يطالب بعزله لكونه خرق مضامين الدستور. برأيك هل من الممكن أن تترتب إجراءات قانونية حول هذا الموضوع؟ نعم، هناك شقين. الشق الأول هو الشق القانوني، هل هناك طريق للنظر في المراسيم الجمهورية الصادرة لم يعالج القانون العراقي، وكذلك لم يعالج الدستور العراقي في الاعتراض على مراسيم الجمهورية أو إعادة النظر بها أو نقضها، حيث هناك مبدأ للمحكمة الاتحادية في عام 2014 قررت أن من يطعن في مراسيم الجمهورية هي المحكمة، محكمة قضاء الموظفين، وهناك مبدأ آخر صدر عام 2020 للهيئة العامة الموسعة في محكمة التمييز الاتحادية، قالت أن القضاء الاعتيادي في هذا وما حدده قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 نص المادة 29 أن هناك ولاية عامة للقضاء العادي المدني، وهذا ما استقر عليه أغلب فقهاء القانون، أنه أن تكون هناك اعتراض ونقض المراسيم الجمهورية من قبل المحاكم المدنية. أما في حال هناك حنث لليمين الدستوري باعتبار أن الجريمة جريمة المخدرات، إذا أثبتنا أن هذه الجريمة جريمة دولية تعتبر هناك حنث للدستور العراقي، وعفوا حنث لليمين العراقي، وعدم استخدام صلاحيات رئيس الجمهورية بشكل صحيح، وعليه على مجلس النواب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة واتجاه إلى محكمة التحقيق محكمة الاتحادية، وكذلك إقالة رئيس الجمهورية من منصبه. نعم، المحامي ميثم الخلخالي من النجف، سيد الكريم شكرا جزيلا لك.